السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير للجميع، يا هلا والله. احنا اليوم مزرعة سعود نايف الماصي بقلة بن جبرين جنوب منطقة حائل، تحديدا 60 كيلو متر. نتعرف على زراعة الزيتون وكيف حول هالمنطقة الجبلية اللي ما هي من المناطق المشهورة ومعروفة بزراعة الزيتون، استزرع زيتون به وانتجت بكميات تجارية ما شاء الله وجودة عالية بحسب شهادات ومراكز أبحاث تم فحص الزيتون فيها، وعنده خطة لموائمة الزيتون مع القهوة. هذه اللي متعرف عليها مع الأستاذ سعود بعد شوي بمزرعته ما شاء الله. هو يقول اليوم بديت زراعة الزيتون، يقول الكثير من الأصدقاء ومعارفه يتندر عليه، يقول مستحيل أنت جالس بس تضيع فلوسك، وفعلا أثبت كلامه ومشروعه نجح، راهن عليه ونجح نجاح باهر. بأرفع منطقة بحايل اللي هي 1250 منطقة عقبة بن جبريل بحايل المملكة العربية السعودية، والزيتون مثل ما تشوفون 4500 شجرة نجمع بين الزيتون والتين بالمنطقة هذه، فهذا نعمة من الله سبحانه وتعالى. التين ممتاز جدا، الزيتون ممتاز جدا، إنتاج غزير، إنتاج وفير، ذو جودة عالية ولا يطلع بلاد الشام، لكن دليل على أن المملكة العربية السعودية أرض مبروكة بما حباها الله من قادة وقيادة وشعب. الآن منطقة ترتفع عن سطح البحر 1250، منطقة حائل، منطقة عقرة بن جبريل. بدينا بزراعة الزيتون وصار لله الحمد كما تشاهدون إنتاج غزير جدا وجودة عالية. من بدينا المشروع هذا 8 سنوات، وكان زي ما تقول شبه خيال. من جانا قال مستحالة أن يكون بالمنطقة هنا زيتون. طبعا منطقة بعيدة عن مزارع الزيتون مثل اللي بالجوف واللي بالشام، بعيدة جدا. وطلع أثبت جدارته الزيتون عندنا بحايل أنه منتج ومن أفضل الزيوت. نسبة الزيت، نسبة الحموضة 0.3. عقبة بن جبريل تبعد عن حايل باتجاه المدينة، مدينة منورة 60 كيلو. الموقع هذا 4500 شجرة كلها مثمرة وانتاج غزير. العام الماضي كان 18 طن حب، السنة هذه مقدرين إن شاء الله من 20 إلى 25. الزيتون طبعا مثل ما تشوفون قدامكم طلعه غزير، شوف حتى كان العصا متعدل كذا، الآن متدلي من الثقل. متى نبدأ نجنيه؟ لا بدأ عندنا صار إيش؟ صار لونين، يميل إلى السواد والصفر، صار لونين، بدأ بالتلوين، هذا يصير زيته ممتاز 100%. إذا كان الثمرة صفراء أو خضراء يعطينا الزيت أخضر، لكن إذا مال السواد يعطينا اللون الفاتح الأصفر. فأفضل شيء يكون ممزوج بين الأصفر والأسود. 10 كيلو من الحب يعطينا كيلو زيت. الزيت يكون داخل إيش؟ منين؟ يكون بالنواة الداخلية. نسبة الزيت بالنواة 80%، وبالجلخ الخارجي او اللب الخارجي تكون ايش؟ 20%. هذا التخليل. نيجي للب تلقاه سميك، ليه؟ لانه حق اكل. شوف اللب حقه، هذه نسبة الزيت به اقل، النص عن هذا. انت عندك نية تتطور؟ والله ان شاء الله، انا عندي مزرعة الان بجهة حبران ان شاء الله. في حاجتين بسويها بين القهوة العربية والزيتون. ان شاء الله كلها ان شاء الله نسويها. الان نجحنا احنا بالزيتون وعرفنا الطريقه وعرفنا جميع الدراسه اللي سويناها هنا نطبقها هناك. البن ناجح مستعملينه هنا بحايل عند واحد من اصحابنا، يقول يحتاج بس اي ايام اللي هو عمر شو اسمه عمر الشجره 5 سنوات وبعدها خلاص هي تعتمد على نفسها، سواء الزيتون او البن. وان شاء الله كلنا بنسويها ان شاء الله. كيف هيك تمن عادي، بس انا اقول لك على حسب الدراسه اللي سويتها انا للزيتون ناجح، بحايل ناجح. فالبن مسوي واحد بقصيم ونقول له الواحد بحايل، بهذا واحد من زملائنا عنده الان استعمله وسوي قهوته منه، بس يبي له بيوت محميه. بدايه الشتله عندما تكون صغيره تحتاج الى عنايه، تحتاج الى جو زي ما تقول جو وسط، لا هو حر ولا هو برد. استواء، يا ما تكبر يا كبرت هي تعتمد على نفسها طبيعي. تعدت 5 سنوات واستهلاك الماء، استهلاك الماء بنفسه الزيتون قليل.